الآخر. السلام عليكم. تصلح معنا اليوم شوربة العدس، سهلة وبسيطة وخفيفة. أنا عندي بنتي تعبانة وبصلها لها لأنها خفيف شوي عليها. نحط الجزر، بصل، وبطاطس. إذا كان عندكم قرع حطوا شوي ملح. شوي كركم. كمون. بتعد على حسب رغبتكم وش تحبون. فلفل اسود. بعدين العدس. تقريبا كوب غسلته. كوب غسلته ونقعته، بصب عليه الماء الحارة وخليه يطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليه يغلي.